بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا، اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا، اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا وأنت تسقينا، وأنت تميتنا وأنت تحيينا، وإذا مرضنا فأنت تشفينا. إلهي أنت الرب ونحن العباد، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا الصراط المستقيم في علاقاتنا الأسرية، وأن تهدينا الصراط المستقيم في معاملاتنا المالية، وأن تهدينا الصراط المستقيم في علاقتنا مع جنابك. اللهم ارزقنا توبة لا ننكس بعدها أبدا. اللهم أعنا على غض البصر، يا معين أعنا، يا معين أعنا، يا معين أعنا. اللهم إننا عازمون على ألا نخالف أوامرك، لا في إطلاق أبصارنا إلى المحرمات، ولا في زواجنا، ولا في طلاقنا. اللهم أعن كل شاب عاقد على زوجته، وأعن كل فتاة عاقدة مع زوجها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم أعن المتزوجين فينا، وهيئ لكل شاب عزب زوجة صالحة، وهيئ لكل فتاة عزبة زوجا صالحا موافقا يرضيها في الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح على أبنائنا الطلاب، اللهم احفظ شبابنا، اللهم استر على أعراضنا، اللهم خذ بيد شبابنا لما تحبه وترضاه. يا شافي يا الله، يا معافي يا الله، نسألك العافية، 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 ودوام العافية، والشكر على العافية، والسعها على كل متضايق، والسعها على كل متضايق، والسعها على كل متضايق، فرجها عن كل معسر، اقضي الدين عن كل مدين. اللهم هيئ لكل شاب عملا صالحا حلالا كثير المال والرزق مع الراحة، مع الراحة في القلب والبدن، واستعمله في خدمة دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.